وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، دعا سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، دعا إلى أهمية استشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. نحتاج بصراحة من الجميع استشعار خطورة هذا الفيروس بإدراك كامل وعزم متجدد لتجاوز هذه الفترة. كيف يتم ذلك؟ ذلك من خلال التقيد بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وما يتحقق ذلك إلا بوعي بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل فرد في المجتمع. اليوم كل فرد يعلم بالضبط إذا كان هو يعني يلتزم بالإجراءات وجانب خلينا نقول الاستهتار سيكون له أثر كبير، وإدراك بأن ما نقوم به واجب وطني للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا في البحرين. البحرين أمانة، ويتوجب على الجميع المساهمة بشكل جاد في الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين.